الفنانة السورية الأكثر إثارة للجدل. ما من الحق أصلاً أحد من الناس أن يحكم على الفن والفنان. بعد 30 عاماً من الصمت. أنا محروقة على اللي ضيعوا عمرهم وشقيوا وراحوا ضيعوهم بلحظة من اللحظات الغامضة. تعود في أول ظهور تلفزيوني على الإطلاق. أنا بلا غرور ولا ادعاء ولا خجل بقول فليكن جسدي جسراً تعبر عليه السينما السورية. في عرض أول وحصري إغراء تتكلم، الجزء الأول بعد قليل على تلفزيون المشرق.